محمد زيان هو رجل ضعيف لا إمكانية له، رجل كي يعيش مع صعوبات هذا الوقت هذا، ولكن الله متعني بواحد الحكمة أنني عندي واحد القناعة راسخة داخلية أن كل شيء من عند الله، الله اللي كيقرر، الله اللي كيحكم، الله اللي كيعطي، الله اللي كيحيد، الله اللي كيعطيك الحياة، الله اللي كيمرضك، الله اللي كيعالجك، كل شيء بأمر من الله، باش كل الأمور واضحة. وهذه القناعة كتعطيك واحد الشجاعة غريبة، يجي شكون ما جا كتشوف مزيان في البلوطة ديال عينه وكتقول له حقيقته. هذا هو محمد زيان، فين خلقت وفين قريت ولا فين كبرت وشكون با ولا شكون مي، ثانوي. المهم هو انه الانسان يقتنع باش اش بغيت في المغرب. انا من تلك الحمق اللي كيظنوا بانه المغرب يمكن يكون دولة أساسية في المنطقة هذه، ماشي المنطقة لأنه عندنا ماضي مشترك مع موريتان والشنكيت والجزائر وتونس وليبيا وتمبكتو ومتمك المالي ومتغادي، لا، دور مهم في المحيط، في البرتغال، في اسبانيا، في الاتحاد الاوروبي، في شمال افريقيا، في الجهه الاخرى الولايات المتحده، في هذا المحيط كنظن انا عن خطا ولا عن صواب، ولكن بكل حسنيه ان المغرب عنده دور قوي وكيمكننا نلعبوه. الصغار فينا، الشباب ديالنا، الاطر الشابه والشباب يمكن لهم يبان لهم بان هادشي هذا خيال، في الواقع ماشي خيال لانني عشته في الخمسينات والستينات والسبعينات. كان المغرب ازدهاره نموه اهم بكثير من الدوله الاسبانيه. في الخمسينات والستينات والسبعينات كان الوضع الاجتماعي والقانوني والمالي والتجاري والفكري في المغرب اهم بكثير من الدول ديال الشمال البحر بعض الدول من شمال البحر الابيض المتوسط. وبالتالي ودا البارح هذه نصقن كنا دوله احسن من بزاف ديال الدول ديال الشمال ديال البحر الابيض المتوسط، أمام الدول ديال جنوب بحر المتوسط كنا بعاد منهم أخلاقيا وثقافيا وماليا واقتصاديا وقانونيا وقضائيا، ميبانو ليناش. هذا علاش ما زلت كنحلم أن المغرب يمكن له يرجع دولة دوازني ودولة ثقيلة في المنطقة هذه. هذا هو زيان. علاش تكلم الناس ديال محمد زيان في الجامعة؟ باش كنتي طالب كترأس واحد التيار ديال الطلبة. إيوا في الجامعة، كنت في الجامعة ديال الرباط، وصلت لها في 64، في 64 أو خير 64، كانوا الفرنساويين اللي كيسيروا كلية الحقوق سجلوني واخا جيت معطل، ماشي بحال دابا كاين غير دبروا كيفاش يدير باش يطردك باش يبعدك. فهدي كانوا هادوك كيجيبوا كيدخلوك كيقريوك. واخا انا جيت في اواخر سنه 64 تسجلوني كانني جيت في اكتوبر 64، وساعدوني وعطوني الكتوبه وعطوني الدروس وعطوني
لي بوليكوب، عطوني كل شيء باش ربحت ديك الشهرين اللي جيت معطل. هذاك هو العهد، هذاك هو العهد ديال المجد اللي كنا فيه كنبنيو البلاد. ومن بعد جات الاحداث ديال مارس 65 دي انا واحد مجموعه ديال الاخوان ديال الاتحاد الوطني المغرب كان مازال عندي ماشي ستيلو كان سميتو واحد كيكتبو في واحد لارونيو كنكتبو في واحد باقي عندي ديك البيدل اللي كنا كنكتبو فيه في واحد كاغيت كيتثقب وكنديرو لارونيو كندوزو الشعارات في الدار البيضاء توقعت الاحداث ديال الدار البيضاء وتما طلعت الحركة الطلابية ما عرفت الحقيقه ديال بعض الاحزاب وبعض الزعماء ما عندهم حتى شي شجاعه. وفي هذه الاحداث هي اللي وصلتني ان عرضت المغفور الى الحسن الثاني. وحين يديم ديس كان وزن ديس كان وزن وكنشوف بانه الملك اللي قبلتي هو عكس ما كانوا كيقولوا لي بأن لو كانوا بقوا سياسيين معه حداه كيتخاصموا معه إن كان ضروري يتخاصموا معه كيحترموا ضروري احترام كامل وكيناقشوا إذا كان ضروري تناقشوا معه. عمره ما كان أفقر والتيار البوليسي يوصلن للحكم عمره مع الأسف أفقر والصند الداخلية وصحابه سيروا المغرب فوقع ما وقع والأحزاب السياسية تشتتات بلاد سالات. ولكن المهم هو الأمل يمكننا نعود التجربة من جديد إن شاء الله وغادي نعود بجديد إن شاء الله بأمر من الله. نعم مستمع على ذكر المغفور الحسن الثاني كنكلفكم بواحد مهمة فعلا فعلا عن طريق السي أحمد عثمان اللي كان رئيس البرلمان وكنت انا فيك انا داك رئيس لجنه التشريع في البرلمان كان كلفني انني نزور الدول اللاتينيه ديال امريكا اللاتينيه ماشي ديال امريكا الوسطى ديال امريكا اللاتينيه اي من الجنوب ديال القاره الامريكيه. وكان السفير سي السبتي كنظن سميتو عز الدين المهم سي السبتي اللي كان هو الرئيس ديال مديريه امريكا كان عنده امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ومن بعد غادي يرجع سفير في روما بتجربته بتأطيره استطعنا بدلو الطبيعه ديال العلاقات ديال المغرب مع امريكا اللاتينيه وكمل داك الشيء بفتح سفارات في امريكا اللاتينيه وزيارات ديال رؤساء الدول امريكا اللاتينيه من المغرب كان دور مهم لان هذاك قربنا تلك الدول امريكا اللاتينيه الى العالم العربي والملك ديال اسبانيا انذاك والحكومه الاسبانيه فهمت بانه فعلا امريكا اللاتينيه مع العالم العربي يمكن لهم واذا عرفوا يستغلوا الثروات الموجوده في الغرب مع اللي موجوده في الشرق كان يمكن يمشي بعيد بزاف. كان مع الأسف العالم عنده مواليه ولكن الفكرة أنه المغرب بان في أمريكا اللاتينية وبان بصورة مشرقة الفكرة هي ديال المغفور إلى الحسن الثاني. أنا من الناس اللي طبقتها واللي كان مسؤول عليه على الخطة وكان السفير السبتي اللي كان في روما
كنشوف المهمه بنجاح. كنظن على كل حال الناس اللي كانوا الدول اللي كانوا اعترفوا بالكيان الوهمي مشاو زاروا المغرب وقالوا لنا بانه ما كانش عارفين الحقيقه وكلهم مشاو زاروا الاقاليم واد الذهب وسقيات الحمراء وعاو بالحقيقه ان هذيك المناطق راه وقع فيها التنميه وفيها الاستقرار وفيها الامن وفيها على كل حال الجدال واللي ما كيقبلناش، ولكن الله سبحانه وتعالى ما براش راسو بالاجماع. يكون عندك 10 ولا 20% حتى 25% الناس اللي ما قابلينكش مهمين لانه قيمه، ولكن ملي كيكون عندك اكثر من 75 وتقريبا 80% معاك معنى عندك انت في الصواب. نعم استاذ. بالنسبه للحقيبه ديال الوزاره، انا كنت وزير حقوق الانسان لمده 11 شهر. كنظن درت اللي ما دار حتى شي واحد، لا اللي سبقني ولا اللي جا مورايا. دابا الغريب في الامر علاش كنقول انا نجحت، واذا مشيتوا سولتوا المغاربه شكون اللي كان وزير حقوق الانسان يقول لكم الاستاذ زين. شكون الاستاذ زين؟ يقول لك هذاك اول وزير حقوق الانسان. انا ماشي اول وزير حقوق الانسان، انا الثاني. واذا سولت تقول هذاك اخر وزير حقوق الانسان. لا انا ماشي اخر وزير حقوق الانسان، انا غير الثاني، جا من بعد الثالث وجا الرابع. ولكني الفكر الحقوقي مثلته في المغرب ومثلته كما ينبغي. انا ملي كنت وزير حقوق الانسان الدور ديالي ما كانش انني نبرر العمل اللي كتقوم به الحكومه ابدا. انا في اكبر مركز ديال القرار، اول مركز في الدوله اللي كيخذ القرارات ديال الحكومه، كنت كنلعب الدور الحقوقي. اي قانون، اي قرار، اي ملف، اي برنامج كنوقفه وكنفرض عليه احترام القيم الحضاريه ديال التمدن. هذاك هو الدور ديال وزير حقوق الانسان. الدور ديال وزير حقوق الانسان هو يتخاصم مع باقي الوزراء باش ما يزهقوش ويديروا شي قرار ضد القيم الكونيه اللي مش اللي كتجتمع عليها الانسانيه جماعة. وكنظن حليت ما نقول جميع الملفات ديال حقوق الانسان، لان ما فيهاش ديك المر ديال كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ونحل المر سميتو كل شيء. لا اهمها، ولكن جات واحد الحمله ديال التطهير اللي انا ما كنت متفق معها، وقدمت استقالتي بشجاعه لان مشيت تيليفزيون دوزام وقلت لهم انا ما لعبش. اه مستحيل. على ديك الحزب، اول حزب مغربي اللي كيعمل المقر ديالو في 6 مليون. فعلا الحزب المغربي الليبرالي انذاك، دابا رجع سميتو الحزب المغربي الحر، اي الحزب ديال السبع. عندنا وجود مكتف في مليليا عميق وعميق بزاف، وعندنا وجود في السبته. شكون الامور واضحه، ما كاينش اللي دارها، ما كاينش اللي عنده. ما عندنا مناضلين ديال المناطق هادو، كنتعاملوا معهم وكنعرفوا مشاكلهم وكيعرفونا، ولكن هذا الشيء جاء في عهد صاحب الجلاله الملك محمد السادس. واكيد ان الارضيه كانت مساعدنا، لانه جميع المؤسسات والاليات كانت كتساعدنا في هذا العمل بموضوعيه برزانه بحكمه. ما عرف الان واش مازال كاينه شي رغبه باش نزيدو نستمروا في هذه الخطه، ولكن حنا في الحزب المغربي الحر عندنا مخطط ديالنا وباقيين خدامين بنفس الامل. بالنسبه استاذ، انتم مستهدفين استاذ زياد، واش حيت كتدافعوا على السي بوعشرين وعلى الناس ديال الريف وعلى السيده وهبه خشاش، هذا هو علاش كتستهدفين من طرف مؤسسات ومن طرف
أنا مستهدف، أنا مستهدف بابا، أنا مستهدف. ومن بعد واش مستهدف؟ طرف الخصوم السياسية لأن دافعت على بعض المتهمين في بعض ملفات حساسة مؤسف، إذا كانت هذه الحقيقة. كنظن أنا مستهدف من نهار اللي سولت على الفلوس ديال الفوسفات ما يمشاو، ومستهدف من نهار اللي قلت بأن مناجم عندها كتحتكر استغلال المناجم ديال الذهب ديال الطاطا، ومشيت للطاطا وشفت واحد المجاعة واحد الفقر واحد التخلف غير مقبولين، غير مقبول. ما يمكنش هاد الناس يكونوا ناعسين هاد الثروة كلها وما عندهمش حتى المستشفيات والجامعات والطرقان والقطار والمطارات، ذهبهم هذاك فلقى الشيء. فقلت هاد المناجم وصلنا نتحاسبوا معاه، ما عرفش شكون اللي يطر له، اللي يطر له شغلو هذاك. ولكن المناجم خاصها تتحاسب، وإذا شي ذهب خرج من الأرض ديال المغرب وما مشاش باسم المغرب لوندري تحط كثروة مغربية، هذا اختلاس ليس إلا. وغادي نبقى كنطالب بالذهب ديال طاطا، ما شنو أنا؟ أنا راني والو، أنا حشرة. ولكني وإذا ضحيت وإذا غوت الملائكة كيغوتوا معايا، والله سبحانه وتعالى من غادي يبغي يجعل حد الفقر والتخلف في المنطقة هو اللي يساعدنا باش نسترجعوا الذهب ديال طاطا ننبيو به بلادنا. لكن لأنني قلت خصني حد يستهدف عائلتي ويدي ولدي للحبس ويشوهني، شوهني زبطني شهر بيا ديرو اللي بغيتو. أين الفلوس ديال الفوسفات؟ أين الفلوس ديال المناجم ديال طاطا؟ أين الفلوس ديال النقرة ديال التنغير؟ صافي عاد ندوزو للثروة البحرية وعاد ديك المغرب الأخضر وديك الملايير ديال الدولارات اللي لعبوا فيها. هذا الاستهداف استاذ زياد، ما كتفكروش ترفعوا شي رساله لجلاله الملك؟ على كل حال جلاله الملك صعيب نظن انه ماشي بخباره، ولكن يمكن ما يكونش بخباره، ولكن باش توصل له الرساله فهاد اليوم فهاد الساعه دي صعيبه بزاف، لان ما بقات الربط ما بين المناضلين والمفكرين والمؤسسات النضالية وشخص الملك. كنت تعقدت بزاف باش ما نقول شي، تقريبا صارت منعدمة، ممكنش تكون منعدمة أكيد، ولكن تعقدت وصعبت. ولكن كنظن أنه سيدنا غادي يكون شعر بشي حاجة، شعر بأن كاين شي خلل، كاين شي خلل في شي بلاصة، كاين شي خلل في المحيط ديالو، اما ما كيبلغولوش اما ما كينفذوش الاوامر ديالو، شي حاجه كاينه، شي حاجه مبينه، كاين شي خلل، كاين شي خلل. على كل حال انا من تجربه ومن التاريخ كنعرف بانه الملكيه عند الحكم هذه في المغرب ان في ساعتها في اني واحد كتطلع ثاني من جديد وكتفق وكتقلب كل شيء وكتبدل كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وبمساعدة جلالة الملك أكيد إن شاء الله. أستاذ زيان كنتم واحد زيارة أستاذ زيان عند السيد رئيس البصرة فرنسا في الأواخر، بس تحبوا له الجواز ديالك؟ لا عمري ما زرت رئيس البصرة في فرنسا، ملي مشى في حاله ما كنتش بخباري، وعمره ما اتصل بيا ملي كان في فرنسا، ما عرفتش علاش.
ولكن زرته ملي رجع جوتا غامدة وزرته واستقبلته في المطار، استقبلت جوتا ديالو في المطار كما استقبلت كما زرته في حضرت له في الجنازة ديالو وفي الدفن ديالو لأنه صديقي وصديقي حقيقي، رجل كان كيحترمني كما كنت أنا كنحترمه. عرفت ولادو من النشأة الأولى وكانت عندنا علاقة طيبة وفوق طيبة، الحق هو هذا، كانت عندنا علاقة طيبة. كان كيساعد على حسب الممكن جميع الإخوان، اللي يبغى التيار اليسار يعترف يعترف، واللي ما بغاش يعترف لا يعترف له بها، ولكن الله راه كيعرف الحقيقة. وكذلك على حسب المستطاع، وكان كيساعد، الحق هو هذا، كان كيعاون وكيساعد على كل حال. تحد ما هو الدوام لله، وربما اللي خسراته هو انه بقى 25 عام في وزارة الداخلية، هذيك خايبة. وزارة الداخلية كانت مزيان، كان كي عامين ثلاث سنين كيتبدل حسن. لا وزير الداخلية ولا الأمن الوطني ولا المديرية ما نعرفش شنو، المدير شي كلشي خص كل عامين ثلاث سنين يتبدل، بحال كيديروا الميريكان. أحيانا كيوصل ديك أربع سنين، ولكن قليل اللي كيوصل أربع سنين في الولايات المتحدة. ناتج جديد هو اللي كيجعل أن المؤسسة المديرة كتبقى ناشطة وخدامة، والشخص كيفقد القوة ديالو أمام لا ماشين، امام الدوران ديال الاله هي ديك الاداره، ديك المديريه والاهم المديريه يعني المهم هو الوزاره الداخليه ماشي وزير الداخليه، مدير ديال 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 القطاع فلان فلاني، ماشي الشخص فلان فلاني، الشخص راه والو، الشخص في يدك تكون تضمن له بان الحياه، راه يمكن له في دقيقه يمشي ما عرفش، الشخص لا والو، الشخص راه والو. استاذ ديالي، ما تكلمنا على القرقرات استاذ ديالي، المواقع ديال لا قرقرات. على كل حال انا من النهار الاول هذه سنين وانا كنقول هادشي ديال القرقرات غير مقبول، ما يمكنش تجي وتمنع حريه المرور وحريه التجاره وحريه التنقل، هذه ما كاينه حتى شي دين، كاين غير عندك الجزائريين اللي باقيين شادين الحدود ديالهم، باقي كاين غير عند المتخلفين. انا من النهار الاول كنت كنقول داك الشيء خصو يتشطب، وانا فرحت ان الجيش قام بالواجب ديالو وحيد علينا ديك العصابات الاجراميه اللي كانت كتكرفس على السواق ديال الشاحنات، على 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 مدنيين عزال، هادي دير مدني عزال كتجي كتهبطو من الكاميون وكتخليه عندك وكتسرق له السلعه ديالو، هادي بوندي اجرام، هادي الجماعات ديال العصابه مشرمين ما عرفت كيفاش، علاش بقينا صابرين؟ هذه مزيان انا كنصفق تحد ما يلعب مع المغرب، انا المغرب كنحترمه، كنحترم حدوده، كنحترم حريته، كنحترم حريته. ماشي حريته حريه المغرب، المغرب ما كاينش، ما عندوش حريه، حريه الافراد اللي كيسكنوا في المغرب، حنا المغاربه حريتنا والارض ديالنا والمغرب ديالنا. حنا هنا باش ندافعوا على المغرب وعلى المغاربة. دفاع المغاربة هو تحقق لهم الحرية، يتمن لهم الحرية وترفع عليهم كل جميع أنواع الظلم. والدفاع على الأرض وما تخليش شي واحد يلعب بها، ما تخليش شي واحد يغامر أنه يدخل أو يمنع أو يتصرف أو يشد عليه الطرق. كانوا كيشدوا، كانوا كيقطعوا الناس على عباد الله في القرن الثامن عشر ولا بداية التاسع عشر، حنا في 21 القرن 21 هديكم الله، شد علينا البيبان، شد علينا الحدود. وكنشوف شي زيارة سي محمد زياني في نظرك الناس كتصلح انك تمشي تصور في باب قرقرات، كنت تمشي قبل هاد الاحزاب اللي مشاو، كنت نقول لهم كان خصهم يمشوا ملي كانوا تماك العصابات الاجراميه ويدخلوا معاهم يدابزوا معاهم او لا توقع لهم شي حاجه ولا يضحيوا حينئذ باش يلزموا
الراي العام الدولي والوطني يتمشى ويفهم شنو واقع. ما تجيني من بعد شنو هذه كتشطب الارض من بعد كتجي تشطح فيها هذه وين سير سير نقيها سير بنيها سير صوبها سير زون زينها باش عاد تمشي تشطح فيها ولا تمشي تشوف فيها ولا تمشي تاكل فيها ولا تمشي تخدر فيها يعطيكم الله. ماشي من بعد ما ترى صافي استرجعنا ما عندك كان شي واحد يمكن يمشي ابعاد. ايه نشوفوا مستقبل ديال الحزب والسياسيه ظاهر الانتخابات. عمري ما حسيت بالامل ديال النجاح بحال اللي كنحس به اليوم. زعما ما عادوا قطعوا لي راسي داروا لي راس هنايا والجثه ديالي هنا كنظن صعيب انه الحزب المغربي الحر حزب السبع واللي بغى يسمي شي حاجه اخرى يسمي السبع السبع حزب الحر. عمري ما حسيت انه كاين امل انه نكونوا في الطليعه. كنوا محمل الولاه الان اليوميه اليوم بديت كنحس بهذه الحقيقه ان المغاربه مساندين الحزب المغربي الحر وهذا اهم ما وقع. ها شي اضافات شي كلمه اخيره سيدي الله ينصر الحق. آمين. الله ينصر المغرب. آمين. الله ينصر المؤسسات اللي كتحمي المغرب اللي كتدافع عن المغرب اللي كتنمي المغرب اللي كتزدهر المغرب. والله يبعد علينا المؤسسات اللي كيخلدوا في المغرب. آمين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.